أنا ربال هذه أطلب سحقين سحقين ومسحين عن وجه الأرض كل أدلب اللي فيها. ريبال الهادي أحد شبيحة النظام السوري، يطالب النظام بإبادة وإحراق إدلب وريفها بسكانها وأهلها وأطفالها بذريعة اتهامهم بالإرهاب، وذلك بعد تفجير الكلية الحربية الذي راح ضحيته حوالي 100 من الضباط الخريجين والأهالي الحضور وتسبب بعشرات الإصابات. ذلك التفجير الذي تم عبر طائرة مسيرة يؤكد مراقبون أنها ليست من ضمن الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المعارضة المسلحة، فيما يشير المحللون بأصابع الاتهام إلى النظام بقيامه بهذه المجزرة لعدة أسباب، أبرزها افتعال أزمة جديدة تخفف من حدة تصاعد الاحتجاجات في مناطق سيطرته، إضافة إلى إضفاء ذريعة جديدة لدك مناطق المعارضة في الشمال السوري. غدة التفجير بالفعل صب الجناح العسكري للنظام جام غضبه على الشمال السوري، وراح يقصف المدن والأهداف العسكرية بعملية انتقامية وصفت بالأعنف منذ سنوات. استهدفت مدن وبلدات ريفي إدلب وحلب بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي، واستخدمت فيها أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً. ودون التمييز بين الأهداف والثكنات العسكرية وبين المواقع المدنية، قامت مدفعية النظام بقصف راح ضحيته 32 مدنياً بينهم 10 أطفال وأربع نساء، بالإضافة إلى إصابة 167 مدنياً بينهم 50 طفلاً و30 امرأة بحسب إحصائيات الخوذ البيضاء. فصائل الفتح المبين المعارضة ردت على تلك التحركات وقامت بالتكثيف من استهدافاتها الصاروخية والمدفعية ضد النظام، ولكن في المنطقة الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة خفض التصعيد الرابعة في الشمال الغربي السوري، وهذا ما يرجح كفة النظرية التي تتهم النظام بارتكاب المجزرة. بحسب مراقبين فأن استحواذ المعارضة على أسلحة تستطيع استهداف كلية حربية في مناطق سيطرة النظام فإنها بالضرورة تستطيع الوصول إلى أهداف استراتيجية أكثر أهمية تستطيع من خلالها أن تشكل تهديداً حقيقياً للنظام لا للمدنيين العزل. ما من توكيدات على ذلك، لكن مقبل الأيام كفيل بكشف المزيد من الأسرار حول هذا الملف الشائك.